تاكسي. الحمد لله سيارات. الشيخ زايد بسرعة يا أسطى. لا شوفي لك عربية تانية والله ماما أنا مش شغال. لا بسرعة قدامي في واحد مجنون خاطرتي بيجري ورايا. يا فتاح يا علي ما رزق كريم على الصبح اصطبحنا وصبح الملك لله. بقول لك انزل الله يكرمك مش كل واحد يبلبع له حبيتين هيجي يطلعهم علينا. انزل يا بت. بت؟ لا 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 لا. انت ما تعرفش انا مين؟ انا اماني الشمنديري. وانا عادل مخاريطه تشرفنا. ايه؟ ما عدتش جنب قهوه شفت افلامي؟ ما بحبش القهوه. ما طلعتش كوبري اكتوبر شفت بوستراتي؟ ما بطلعوش. اه يا بنت الناس بقى توكلها على الله سيبيني اكل عيش. ما انا بقول لك نطلع يا الشيخ زايد مش ده اكل عيشك برضو؟ لا اكل عيش اكل عيش يعني افطر. مام لسه ما فطرتش. طب شوف انت عايز تاخد كام في مشوار الشيخ زايد ده وانا هزود لك 500 جنيه. 1000 جنيه بس انجزني ابوس ايدك. 1000 جنيه؟ اه. وانت بقى عايزه تروحي فين؟ نيو جيزة. ايوه يعني فين في الجيزة يعني؟ نيو جيزة. ايوه يعني تبع محافظة ايه دي؟ زايد باين. زايد اه. طب بص يا بنت الناس ساعة استباحة توكلي على الله ربنا يبارك لك. يلا يلا. دقيقة بس اسخف العربية عشان الراجل مجنون اهو اللي بيجري ورايا والنبي. دقيقة واحدة بس وبعدها اقسم بالله تنزلي من العربية. ما تفتح التكييف مش ممكن البخل. بخل؟ لا ده كده هبت منك عليها. انزلي يا بنت. لا 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 لا. انزلي. لا. جدع نزل ايدك عيب. يا تهاني كده تجريني وراك الشارع كله. مالك يا اسطى؟ انت تعرفها؟ البت دي بتقول ان انت بتجري وراها وخاطفها بتعرفها؟ اونستلي انا معرفوش. كده تهاني عيب الغلط قدام الناس. اه ما انت لازم تفهمني بقى حكايتها. انت تعرفها؟ اعرف ايه يا جدع دي اخت المدام. انت اخت المدام يا بت؟ لا لا انا صحيت من النوم لقيت نفسي عندهم في البيت. اي ثينك ان هم عصابه وخاطفيني. اي سوير. اسورتي وعصابه ان هنسرق منك اسوره يا تهاني عيب والمصحف. لا ما انا لازم افهم بقى حكايتكم انتوا الجوز. يا باشا هي دماغها عصافيري بس هربانه منها وبتحب تهرب من البيت. لا هي من ناحيه هربانه وعصافيري فهي فعلا عصافيري على الاخر. بقول لكم ايه؟ انتوا روحوا حلوا مشاكلكم انتوا الاثنين في بيتكم كده. يلا يا عم توكل. بيتكم ايه؟ انا ما اعرفش الجربوع ابو فانيلا ده. ايه ده ليه الغلط؟ طب يا تهاني مالها الفانيلا يعني؟ يلا بقى ما تفرجيش الناس علينا. يلا لا خلاص خلاص انا هروح معاه من غير ما تعملوا سين بس. يلا يلا يلا. اعرفكم بنفسي انا الفنانه اماني الشمنديري. اكيد سمعتوا عني. حياتي كانت ماشيه زي الفل لحد ما رحت حفله الشباشي. بصوا انا بقول تتفرجوا على حكايتي وهتفهموا بس والنبي اللي فاهم حاجه يفهمني. ناديه اعملي شاي. ادخل. محتاجة حاجة تانية يا أماني؟ قلتلك 100 مرة أستاذة أماني. قصدي محتاجة حاجة تانية يا أستاذة أماني؟ لا حطيه جنبي على الكومود. حاضر. استني خليكي واقفة هنا وامسكي الشاي ده امسكي في إيديكي. حاضر. يلا. هاي بويز اند جيرلز او وات ايفر مين بيتفرج. زي ما انتوا شايفين كده انا لسه صاحيه من النوم فريش اند كلين ومن غير ميك اب. وعايزه اقول لكم على حاجه. الجسم دايما محتاج فيتامينز والفيتامينز موجوده في كل حاجه حوالينا. يعني مثلا فور اكزامبل فيتامين دي موجود في الشمس بس اهم فيتامين في الدنيا هو فيتامين الحب. وبمناسبه فيتامين الحب دي دانا ناديه يعني تعتبر في مقام مامي. تحبي تقولي ايه تو ماي فولورز؟ يعني ايه فولورز ده؟ وهما كمان بيعشقوكي قوي يا دادا ناديه. طب قوليلي بقى جبتلي ايه النهارده؟ جبتلك شاي يستاهل بقك. طب ورينا عيني. لا رايحه فين؟ قوليهم يلا ورينا كل ماي فولورز برضو. اهو للفولورز اهو. اه طيب. طبعا بتسالوني انا بشرب ايه. ده شاي العريس. لما بكون مصدعه مثلا بشرب شاي العريس. بكون عايزه انام بشرب شاي العريس. عايز اسهر كمان بشرب شاي العريس. على فكره يا جماعه انا مش واخده يعني فلوس على البوست ده ولا على الستوري دي خالص. ده مش ادفرتايزنج يعني. اوكي انا بدات يومي. القرف ده. ناديه تسلم ايديك يا ناديه. الف هنا. والنبي يا ناديه نادي على اماني عشان تيجي تفطر. حاضر. اوعزك. جود مورنينج مامي. جود مورنينج بابي. صباح الفل يا حبيبتي. إيه انت ما نمتيش كويس ولا ايه؟ لا اوريكم الصدمه. بص انا دي عملت في وشي ايه؟ والله ما عملت لها اي حاجه. انا مش عارفه طلبت منك ايه. طلبت شاي وجبتهولي. لا طلبت منك بالنص عايزه كوبايه شاي. مش لازم بقى تجودي وتحطي التاتش بتاعك وتحطي جوه. انا عندي حساسيه منك. عادي يا اماني هيخف كمان شويه. اخف ايه بس؟
اماني مش هننديلي، هتمشي كده في الشارع؟ لا يا حبيبتي معلش اهدي بس اهدي. معلش يا نادي حصل خير، روح شوف اللي وراك، روح شوف اللي وراك. حاضر. وجيلي دور الحساسيه بسرعه. حاضر. يا حبيبتي يا حبيبتي خفي على ناديه شويه، ما ينفعش تعمليها بالمنظر ده. وانا قلت لها ايه؟ ده انا اكتر واحده مريحاها في البيت ده. ثانيه واحده يا فنانه بس عشان ما عنديش مكان. بس بس يا حبيبي بس. شوف بقى انت هتركنها في اي داهيه ما تصدعنيش. امرك يا استاذ. ايوه يا فنانه يا فنانه ممكن سلفي؟ لا لا مش هينفع عشان بس في وشي فيه مش هينفع. واحد ما ينفع. انت مش هينفع انت حمير. حمير قرف ده. كتر خيرك يا فنانه يا نجمه. مقرف. نورتي لي يا فنانه. شكرا. تحب اجيب لحضرتك اوردر كل يوم؟ لا انا هستنى صحابي افطر معاهم ولا اقول لك. جيب لي اي حاجه جاهزه بس تكون لونها حلو. لونها حلو؟ لونها حلو. اقل من دي تبقى شكلها حلو. حلو. خلاص حاضر. في يا رجب عايز ايه؟ ولا مالي انا بعيد ميلاد بنتك بتكلمي تقولي معلومه تافهه زي دي ليه؟ ايه؟ اجازه؟ شغلنا ما فيهوش اجازات يا رجب. عارف لو رحت اللوكيشن ما لقيتكش هعمل فيك ايه؟ يلا باي. مجنون ده ولا ايه؟ هبل ده. شكله حلو حطه. تأمري بأي حاجة تانية يا فندم؟ لا. مس أماني كنت طالب من حضرتك حاجة كده. يا ربي مش هعرف آخد أم الصورة. اخلص يلا تعالى يلا انجزني. أجي فين حضرتك؟ خد السيلفي. لا هو أنا مش عايز أصور مع حضرتك خالص. نعم يا حبيبي؟ لا ما أقصدش، أنا أقصد إن أنا عايز حضرتك في حاجة تانية خالص غير السيلفي. إيه بقى؟ عندي بنت كده حلوة 7 سنين بتحب التمثيل جدا وبتحب حضرتك جدا جدا يعني. دايما تقول لي أنا نفسي أشوف تهاني يا بابا، نفسي أشوف. بعد إذنك يعني. كيوت. وأنت بقى موقفني عشان الموضوع ده؟ هو المفروض بقى أشوفها فين؟ هتجيبها معاك هنا الشغل ولا أروح معاك البيت عشان تشوفني؟ أنا آسف يا فندم. آسف، روح ناديلي المانجر يلا. ليه كده بس يا فندم؟ انا هقول لك ليه بس روح نادي المانجر. خلاص انا اسف والنبي. اخلص وعدي يومك على خير يلا. مجنون ده كمان. شنطتي. مس اماني صباح الخير يا فندم، اخبار الاكل ايه؟ تمام. بص كده شوف. ده الطبق ده لسه نازل لحضرتك حالا، صورة جميلة جدا زي ما بيقولوا على حضرتك، فعلا فنانة متكاملة جدا. عارف انا عندي كام فولور على انستغرام؟ 2 مليون فولورز. انا كده كده هنزل البوست بس هكتب ايه بقى؟ ده اللي في ايدك. انا مش فاهم قصد حضرتك. يعني انا ممكن اكتب كلمتين حلوين اعمل ادفرتايزنج للمكان، وممكن اكتب الطبق ده زي الزفت محدش يجي هنا، ايه رايك؟ ليه كده يا فندم؟ في حد يضايق حضرتك او حاجة؟ لا محدش ضايقني والله، وفعلا الطبق شكله حلو بس انا عايز اعمل لكم دعاية المكان. ايه الحق عليا يعني؟ طلباتك يا مس اماني. عامه انا باخد 50 كي بير بوست. نعم يا فندم. 50,000 البوست الواحد، بس عشان خاطرك انت وعشان خاطر مساعد هاخد 70,000. دورها في دماغك عشان شكلك متضايق. يلا انا قاعده مستنياك هنا. تحت امرك يا مس اماني. طمني مستر شلبي حصل ايه؟ اول مره اشوف حد بيبتز حد بطبق بيض. انا ماليش ذنب والله يا مس، مش دعوه. يعني حبكت يعني تاخد وتدي معاها في الكلام؟ يا اخي كنت سيبها تاخد طبقها وتمر في داهيه. انا كنت عايز افرح البت بنتي مش اكتر، هي تلاكيك. تاني مره لما اشوفها داخله المحل يبقى سيبها في حالها وتعالى ناديلي وانا هتعامل معاها بعد كده، فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. يلا روح انت شوف الجيست وانا هكلم الاونر واحكي له اللي حصل. تحت امرك. لا 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 هموت. هو ايه يا جماعه؟ هو انت هتروح حفله النهارده ولا ايه؟ لا ثانيه واحده، حفله ايه؟ انا ما جاليش اي انفيتيشن. ايه ده؟ حفله قصر الشباشي. انا كتبت اساميكم في النيم ليست، هم سقطوكوا ولا ايه؟ اوف اوف قوي. ثانيه واحده، مش قصر الشباشي ده بتاع العفاريت والحاجات دي؟ ايوه. انا كنت ناويه اروح الحمد لله هم سقطوا. لا 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 اوعي تروحي الحفله دي يا بنتي، انا سمعت ان اللي بيروح القصر ده بيتلبس وانا مش عايزه اتلبس الصراحه. يا راح حبيبتي ادي بالبرفيوم بتاعك ده مفيش عفريت هيقرب لك. على فكره ده كان اخر هديه من ريحه بابا. انت متاكده ان هو من ريحه بابا؟ ده على كده بقى كان خانقك طول الوقت. خلاص يا ماني بطلي رخامه. لا يارا دي حبيبتي، ده انا على طول بهزر معاكي انت مش كده ولا ايه؟ ماشي مردوده لك على فكره. المهم هتلبسي ايه كاستيوم النهارده؟ انا هروح بكاستيوم ما يخطرش على بال حد. ما تردي على تليفونك يا بنتي. لا لا ده تلاقي المساعد المخرج مش مهم فكك منه. طب ما تردي ممكن يبقى في حاجه مهمه. هيكون عايزني في ايه يعني؟ هيكون ايه؟ الكاستيوم. ايوه هتلبسي ايه بقى قولي لي؟ انا هلبس يا جماعه شخصيه تهاني. واو واو ماشيه معاكي زي الفل بعد مسلسل تهاني ده. انت مش متخيله انا تعبت في الشخصيه دي قد ايه. ما خلاص بقى يا ماني انت هتمثلي ولا ايه؟
شلبي ايه ده وانت ماشيه؟ اروح اضرب لي مشهدين في السريع كده وكده اطلع على الحفله. يلا هطلع لايف بالليل اتفرجوا. ماشي يلا. باي باي. باي. تحت امرك يا فندم. التشيك ما بدري يا فندم، ما تخليها المره دي علينا. لا يا حبيبي، التشيك بتاعي بفلوسي البوست. سوري، الشيك هيكون جاهز عن سعادتك بكره، انا كلمت الاونر وهو بيسلم على حضرتك كتير. طب انا هبعت بكره السواق، عارف لو ما خدتش فلوسي هعمل ايه؟ عارف يا فندم عارف. اوكي باي. على الله الاقي فيها خربوش، فاهم؟ يلا اتحرك بسرعه، خد ماي سيلفي. نورت يا فندم. مش محتاجه انفيتيشن يعني. اتفضلي. اطلع لايف بقى. هاي جيرلز اند بويز او وات ايفر مين بيتفرج. النهارده الصبح قلت لكم اني عندي مفاجاه، والمفاجاه اني رحت حفله تنكريه. اند جيس وات، اتنكرت في شخصيه تهاني اللي كلكم بتعشقوها اكيد. هاي يا اماني، ازيك؟ ليتس تيك ا سيلفي. هو انت مش شايفه انا طالعه لايف؟ انت ضغطت بوقي على فكره. سوري سوري. دي بقى الاشكال اللي تلاقيها في البارتيز، دي مشكلتهم طبعا. تعالوا معايا. بس اماني يا الفصلان. نعم. الدرينك بتاعك يا فندم. لا سوري انا ما بشربش. لا يا فندم، ده عصير عادي ما هوش اي حاجه، وكل جيست ليه درينك مخصوص عشان قصدك سبيشال درينك. بالظبط كده. طب ما كنت بتقول كده من الاول، مش فاهمه هتعرفنا. بس اي لاف ذا كولر على فكره. مش حضرتك لونك المفضل الازرق برضو؟ ايه ده برافو، انتوا مذاكرين كويس. خلاص انتوا هتقعدوا تبصوا لي وانا بشرب العصير. دلوقتي احنا شفنا فوق، هنزل دلوقتي اوريكوا تحت. مش قادره تصبري لحد ما انزل؟ لا لا معلش يا جماعه اتعصبت شويه بس. طيب دلوقتي احنا هنا، تعالي نخش نشوف هنا في ايه. انا دلوقتي زي جوه تانل كده. I love the decorations، تحس ان في something mysterious inside، وفي ست كده تقريبا تبع الديكور. الله ايه ده، واو الله. بصوا معايا كده. اقفل الموبايل يا اماني علشان نتكلم. اي ده انت تبع عاملي كويس قوي، مبسوطه منك. قلت لك اقفلي عشان نتكلم. تتكلمي معايا كده ليه؟ كلمي عادل. انا اكيد بهزر معاك، اكيد ما بتكلمش معاها كده يعني. ايه ده، واو اي لاف اللبس بتاعك. ايه ده، انت جايباه منين؟ انا اللي بعمل لبسي بنفسي. فعلا؟ طب ايه رايك تيجي تشتغلي معايا؟ انا مش محتاجه لك، انت اللي محتاجاني. لا طب ثانيه واحده، انا هقفل اللايف ثانيه واحده، هرجع لكم تاني معلش. انت مين انت بقى عشان انا ابقى محتاجاكي؟ هو انت مش عايزه تعرفي بكره مخبيلك ايه؟ هو انت طنط بتاعت قرايه الودع والحاجات دي؟ حلوه قوي. طب ليه الكف بتاعي بقى لو سمحتي؟ الكف ده كان زمان. البلوره دي فيها كل حاجه عنك، ولو انك مش محتاجه لاي سحر عشان اعرف انك انسانه مكروهه. مكروهه؟ طب تمام قوي، الكلام اللي ما بيني وما بينك انتهى خلاص، يلا باي. أقول لك كم واحد زلتيه النهارده واتأذى بسببك، من أول نادية الدادة بتاعتك، عارفة عملتي فيها إيه؟ ما راعتيش لا سنها ولا مقامها، ولا الست اللي وقفتك في الشارع علشان تاخد حق الدواء لبنتها اللي مرمية في المستشفى وإنتي بلا رحمة رفضتي تساعديها، ولا مسعد ولا رجب، فاكره عملتي فيه ايه؟ اقول لك تاني ولا كفايه؟ انت عرفت الكلام ده كله منين؟ انت اكيد الساكر. يا بنتي كل حاجه عنك مكتوبه جوه البلوره دي، حياتك في خطر. خ-
المخاطر ازاي يعني؟ ماضيكي هيختفي وحاضرك هيتنسي وكل انسان اذيتيه في حياتك هتتعاقبي عليه. كل النعم اللي كنت عايشه فيها ومش حاسه بيها هتتحرمي منها وهتبقي منبوذه. حد واحد هو اللي يقدر ينقذك من اللي هيحصل لك. دوري عليه، ولو لقيتيه يبقى خير وبركه، ولو ما لقيتهوش حياتك هتبقى ضنك. ايه العبط ده؟ بصي لو منك ارفض السكريبت رايتر بتاعي. اقول لك الحاجه، ميرسي قوي على الوقت اللطيف اللي ملوش اي 30 لازمه اللي انا قضيته معاكي. يلا باي. اسيبك بقى الكاس المشروب ده. انا شفتك قبل كده، انت الشحاته مش كده؟ انت الشحاته؟ مش قادره. ايه ده؟ هو انا ايه اللي رجعني اللوكيشن؟ هو انا نمت هنا؟ فين تليفوني؟ هو انا نمت بالميك اب والباروكه؟ استاذ حمدي! امال لو فطرتوا هتعملوا فيا ايه؟ تهدي النيلة عليا. صباح الخير يا تهاني، نموسيتي الكحلي يا حبيبتي لسه صاحيه دلوقتي؟ الحقي حضر لنا الفطار، خلينا نلحق معاد ام عبير. يا واد يا واد، انت وهو يخرب بيوتكوا. صباح الفل يا تهاني، انصحك ما تخشيش الحمام ورايا، لا جلد وشك يقع ولا حاجه. انت لسه ما حضرتيش الفطار ده، انا جعان قوي. مخطوفة! بيبك المجانين اللي انا عايشة فيه ده. مخطوفة! الحق يا اشرف، الحق المدمنة اختي، الحقها بسرعة يا اشرف. انا مخطوفة! الشيخ زيد بسرعة يا اسطى. كده تهاني كده تجريني وراك الشارع كله. انتوا روح حلوا مشاكلكم انتوا الاتنين في بيتكم كده. خلاص خلاص، انا هروح اعمل غير ما تعملوا سين بس. يلا يلا يلا. مين بس؟ مين مخطوف؟ ممكن تاخدوني معاكم؟ في عصابة هنا خطفاني. اعملي يا تهاني، تعالي يا تهاني. ايه لو انت قلت لي يا تهاني؟ يا تهاني مش كده بقى، يا تهاني بقى، يا تهاني بلا جد، انت نرفص قوي انت كده خالص. يو بقى يا تهاني. انت اخر مره بنضف العربيه دي امتى؟ ده في حاجه جري في الدواسه دلوقتي. ده سمير. سمير مين؟ سمير الفار. انت نسيتي سمير؟ ده انت اللي مسميه سمير، ده اول شاهد على علاقتنا وحبنا. علاقه ايه يا جربوع انت يا قرف؟ طب انا هفكرك، هنا اتولد حبنا، وهنا اول مره مسكت. اوعى. وهنا اول مره رميت الدبله في وشي وتفيتي عليا. لا لا لا، ده اكيد مقلب، ومقلب تقيل. هفوق منه اول ما اروح واخد شاور كده، واخلي ناديه تطلب لي سوشي وساشيمي كتير. سوشي ايه يا تهاني؟ ده انا في عيد ميلادك اللي فات جايب لك كنتاكي واخده معاه سيلفي. بقول لك ايه، لو قلت لي تهاني تاني هديك على وشك. خلاص انت امان، بس اعصابك تعبانه وانا هاخدك اوديك البيت. انت تعرف بيتي منين اصلا يا بنت؟ ما انا كل يوم باخدك من الحاره وبرجعك الحاره. حاره؟
انا ساكنه في نيو جيزه. ما احنا كلنا من الجيزه، انت مش لوحدك. بقولك ايه، انا هقولك، عندك جوجل مابس؟ انا عملت مسحه وقالوا لي ان انا ايجابي وكويس. انا هقولك الطريق فين. يلا ماشي. اوف استعنى على الشقه بالله. ايه يا عمنا، انت هتطلع الطلبيه الاول ولا ايه ظروفك؟ تعبتنا معاك. الله، وانا اقول الاجره ناقصه نفر. الله يخرب بيتك، كم من نوم. تقلقيش، ما تتكلم تمتلك. ايوه اركن هنا بس لسه، ما ينفعش انزل قدام السكيورتي بالميكروباص. ميكروباص؟ اقف بقى. ماشي يا بنت الاصول، دلوقتي الميكروباص مش عاجبك؟ عامه الميكروباص ده هو اللي ياما وصلك. اخرس بقى. احنا داخلين هنا؟ ايوه انا ساكنه هنا. لا عجبتني الفكره بصراحه. هو انت بتضحك على ايه يا بابا انت؟ يعني رميتي نفسك قدام عربيه وتجرجرين الحته مقطوعه، كل ده عشان تصالحيني؟ ما كانش ليه لزوم. انت عبيط؟ انت ايه هعتذر لك ليه انت يا صرصار؟ اصبر بس واتقل وهتشوف جوه منظرك هيبقى عامل ازاي. انا نفسي اشوف ده. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي جابكم من هنا؟ مدخل العمال من ورا، هنا الكومباوند بتاع الملاك. تسلم يا كبير. ايه اللي تسلم يا كبير؟ افتح يا وسيم، مش ناقصاك على الصبح انت كمان. وكمان عارفه اسمي؟ لا بقول لك ايه، لو لص عبد الوهاب هو اللي بعتك، لف وارجعي له وقول له مفيش عربيه فول هنا تتحط في الكومباوند، الكلام ده مرفوض. يلا امشي من هنا. فول ايه؟ انت اتعبت؟ مش شايفني؟ مش عارفني؟ لا مش عارفك يا ماما، اصل نظر على قدي. لا تفتح كده بدل ما اوريك انا مين. وريني يا حبيبتي. انا هوريك دلوقتي. انا اماني الشمنديري. شمنديري ايه وبتاع ايه؟ يلا بنت امشي من هنا بدل ما تجيب عادك. ايه، ما كنتش في البيت وبابا بيعلم اخواتك مفيش راجل بيمد ايده على حرمه؟ ودي وشك الناحيه الثانيه عشان في سفاله هتحصل دلوقتي. احنا كنا بنقول ايه يا اخويا؟ بقول لك ايه يا ياض، شد بلاصتك وامشي من هنا. امشي. شفت الذوق والادب بيجيبوا نتيجه ازاي؟ انا مش هرد عليك دلوقتي، انا هرد عليك بعد الشيفت بتاعك وبعد ما تقلع البدله اللي انت بتتحمى فيها دي. يلا بلاش قله ادب. ايه الهبل اللي احنا فيه ده يا ربي؟ اوف، انت ضربتوش ليه؟ اضربه ايه؟ انت مش شايفه الكاميرات؟ يعني اضربه بالنهار وابقى ترند مع ريهام سعيد بالليل؟ ايوه بقى، ده ما انت دلوقتي محضرين الحمام بتاعي وحاطين الباث بومب في الميه. يا بنت بومب ايه اللي بيتحط في الميه؟ كفايه مصطلحات، اعقلي كده اعقلي. كفايه انا قله قيمه مع اللي يسوى واللي ما يسواش. اخلص بقى انجز، انا عايز اخش البيت دلوقتي حالا. ايوه اعمل ايه في الحيوان اللي واقف ده؟ ما اعمل لي فيها السكرتير والبشمهندس والدكتور، وانت اصلا دي قلتك. لاحظ ان كلامك فيه تجريح واهانه لشخصك. اخلص بقى، انا واقفه بشرب معفن منتج جوه الشارع هنا. طب انت داخله لمين؟ داخله مامي وبابي. ايوه قاعدين فين؟ جوه البيت، بس ممكن يبقى بابي قاعد في المكتب دلوقتي. لا دي تبقى مصيبه لو بابي في المكتب. يا ستي في انهي شارع؟ عماره ايه؟ فيلا 6 بي، فيلج فريد الشمنديري. 6 بي؟ بي مش بي. اوكي تعالي يلا. انت تجنش يا حيوان. لا والله شويه عيال خرجونا عن شعوري. انجزني عشان رجليا ورمت. استني ماشي. لا مؤاخذه يا كبير، بس دقيقه. اقفلي. هو احنا مش هنخلط من ام اليوم دوت؟ استهدى بالله بقى، انت دلوقتي عندك فيلا جوه 6 بي فيها مراد بيه الشمنديري، صح؟ انت تعرف الشمنديري بيه منين؟ استهدى بالله، البنت اللي هناك دي غلبانه وبتغسل كلها، وظروفها بنيلها ب 60 نيله، قصه ولا في الخيال. متجوزه واحد جايبه منه 5000، الراجل ده لا مؤاخذه رايد ومكسح كده على ظهره. تقوم خالته يوم ما تشور عليه تقول له ايه؟ البنت دي ادمها نحس، اخلص منها وطلقها. بعد ما جاب منها الخمسه قام مطلقها وراح كتب على واحده تانية، وقاموا بقت صحته زي الفل. ده ابن جزمه ما علينا منه. دي ايوه دي جابت بقى الخمس عيال وسرحانه بيهم هنا في اشاره، وبتلم بقى حق غسيل الكلب. خليتها ناديه شغاله جوه عند مراد بيه اللي بتحط البومب في البانيو. عارف ناديه؟ عارف ناديه. ما دي خليتها هي جايه تاخد منها قرشين عشان تغسل كلى. ما فيش قرشين، هناخد شويه مسحوق ونغسل احنا على مهالينا، وتلم العيال وتطلع على طنطا، ودعوه حلوه في السيد البدوي. شلا يا سيد يا بدوي. بسم الله ما شاء الله، انت وشك بشوش وكله سامح خير. اللي بيعمل خير في الزمان ده بياخد على وشه. والله وانت بتعمل خير حبيبي. ها بقى هتكسر بخاطرنا؟ لا اتفضل يا تهاني. يلا يا ماما. اماني يلا. يا رب اشفيها واشفي كل مريض، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عيد يا نادية. يا شوية أخبية. هو ده مش بيتك برضو؟ فين المفتاح؟ ده إيه بي سي بيتي معايا مفتاحه. وأنا شايل مفتاح البيت ليه أصلاً؟ مش في شغالين بيفتحوا الباب؟ صحيح شغالين.
طب بقول لك ايه يا حبيبتي، مش يلا بينا بقى قبل ما حد من الامن يجي ونتقفش، ولا حد من صحاب الفيلا يفتح الباب ونتقفش؟ بقول لك ايه، بطل كلمه حبيبتي دي، انا اصلا مش طايقاك. بقول لك ايه، امشي امشي، انا اصلا مش عايزاك، يلا روح. امشي ازاي واسيبك في الموقف اللي انت فيه ده؟ وبعدين هو انا للدرجه دي صغير في عينيكي قوي كده؟ افتحوا بقى، يلا ربنا يهديك. في ايه؟ في حد خبط بالشكل ده؟ ساعه عشان تفتح الباب؟ فين عم عيد؟ اي ايه ده، انت قد المسخه دي؟ انت مين يا حبيبتي ومالك داخله حاميه قوي كده وعايزه تخشي فين؟ ايه العبط ده يا نادية، داخله بيت؟ بيتك مين يا ام بيتك؟ وبعدين عرفت مين اللي اسمي ناديه؟ انت اتعميتي في نظرك ولا ايه؟ مش عارفه انا مين؟ اه عرفتي، شفت مش قلت لك؟ انت البنت اللي جت مع وسط عبد الوهاب اللي عايز يفرش عربيه الفلفل كمباوند، صح؟ مش قلت لك؟ يلا بينا لان الامن كده قرب يجي. فول ايه وعبد الوهاب القرف ده؟ اوعى كده، تعالى هنا تلعب. مامي نادية بتتهاجم عليا، تعالي هنا يا بنت العب. فين؟ استهدي بالله يا حبيبتي، ايه النعمه دي كلها؟ مامي حبيبتي انت مين يا شاطره؟ شاطره في ايه يا مامي؟ انت تايهه ولا ايه يا حبيبتي؟ بتدوري على مامتك هنا؟ تايهه ايه؟ هو انت تعملي زيهم؟ احنا اسفين جدا يا مدام، واضح يعني ان احنا جينا في عنوان غلط، في سوء تفاهم مش اقدر، اعتذاراتي الحره. يلا يا حبيبتي اتدير على عينك بقى. مامي هو انت مش فاكراني؟ انا اماني، اماني بنتك. ماشي حبيبتي انا زي مامي برضو، بس اماني جوه. جوه؟ جوه فين؟ انت رايحه فين؟ رايحه فين يا مجنونه انت؟ يا مجنونه. ايوه تعالي لي بقى. ايه ده في ايه؟ انت مين؟ انت داخله بيتي ومش عارفه انا مين؟ ايه يا حبيبتي، حد ما يعرفش النجمه الكبيره اماني الشمنديري؟ اهو صدقتي؟ اهو البتاع اللي معاكي عرفني، انا النجمه اماني الشمنديري. اماني مين يا حيوانه؟ حيوانه مين يا معفنه؟ معفنه؟ اوعي تزعلي انا معفنه. سوري يا جماعه، سوري اسفه. ده بقى لا بقى، ده رامز مش كده؟ اطلع يا رامز بطل سخافه، اطلع رامز. حبيبتي استنى، بيصورونا. بيصوروا ايه؟ حضرتك رامز ده بيجي معاه حيوانات ودي ناس محترمه. يعني ايه ده؟ مش مقلب؟ مقلب ايه؟ ما لو مقلب كانوا اتفقوا معانا. انا مش فاهمه حاجه. انا اللي مش فاهمه حاجه. انا عايز اعرف حبيبتي انت تعبانه اطلب لك الاسعاف؟ اسعاف ايه يا مامي؟ اسعاف ايه؟ امشي يا بنتي، ما مطلوب لك البوليس انت والجلبوع ده. الله يعزك يا نجمه. يعني ايه؟ يعني انا في كابوس ولا في حلم ولا في ايه؟ حد يرد عليا يا جماعه عشان انا خلاص. دي مجنونه دي يا حبيبي، اديها ميه بسكر ولا الدواء اللي بتاخده ده؟ احنا اسفين جدا على الازعاج اللي احنا سببناه لكم. يلا روحي. بس فيها فاديه. بابي ثانك جاد. بابي بقول لك يا حبيبي، بص البنت دي متهيئ لها ان احنا اهلها وان هي عايشه معانا هنا، فجريها كده جريها. يلا بابي. انت عارفني صح؟ اماني. طبعا يا بنتي عارفك. الله. بس الحقيقه انا مش عارف ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده. مش عارفه. قول لناديه تبطل الهزار السخيف ده بدل ما اقطع عيشها، والست دي لو ما بطلتش طلقها. طبعا يا روح اطلقها، ده انت بنتي اطلقها طبعا. ها. بعد اذن حنان الاب طبعا. لحظه بس. اتفضل يا حبيبي. مالك؟ اوعى. نعم. ما تيجي نخلع يا حبيبتي قبل ما تضلم علينا. لا اخلع انت يا حبيبي، انا خلاص بابي عارفني. بابي ايه؟ بابي بيماطل وبيضيع وقت لحد ما البوكس يجي يلمني ويلمك. بابي انت بلغت عني؟ مش انا. يا بوي يا بوي، كنا هنتشيع. شفت بلفتهم جوه الفيلا ازاي؟ يا بنت بتعيطي ليه بس دلوقتي يا تهاني؟ ما اسميش تهاني، اسمي اماني من غير الاتش والار. ار اي تي ال اتش. طب خدي بس اتمخطي بس. انا نفسي اعرف انت ايه اللي حصل لك؟ ما انت كنت زي الفل. انت بنت مش جايبه لنا امبارح السندوتشات وقعدنا ناكل مع بعض كلنا؟ ميرسي يا كينكس. انت ان شاء الله دلوقتي انا هوديكي على البيت تاخدي مجموعتين برد، هتنامي تعرقي هتقومي فله. بيت ايه؟ بيتك يا حبيبتي. هو امال انا كنت فيه ده كان ايه؟ لا دي ارضك ولا دول ناسك يا تهاني. ما كفايه بقى اتكلم اللي انا مش فاهمه ده بقى. والله وحشتيني يا بنت، وحشني خناقات القط والفار. طب عندك اي سجستشنز؟ يعني ابات فين النهارده؟ هو مكان واحد اللي هيقبلك. ازيكم يا بنات؟ هاي. معلش مين حضرتك؟ ممكن يدينا اتكلم معاكي ثانيه؟ هو انت تعرفيني؟ معلش هي ثانيه واحده بس وخلاص. مين دي؟ مش عارفه، انا اول مره اشوفها. معلش عشان خاطري والنبي، هي ثانيه واحده. اتفضلي اتفضلي. بصي يا نادين،
انا عارفه الكلام اللي هقوله لك ده صعب انك تصدقيه، بس اسمعيني لحد الاخر وانت هتصدقيني. هو انت عايزه فلوس؟ انت عندك كلبه واسمها زيدي وبتخاف من اكياس الزباله، صح ولا مش صح؟ انت عرفت الموضوع ده منين؟ فاكره لما رحت للدكتور يوسف نشأت وقلت انك رايحه تعملي ليزر وانت كنت رايحه تشيلي التاتو؟ فاكره اللي هو فين؟ كنت وطي صوتك. انت مين قالك على الموضوع ده؟ بلاش ده. فاكره كريم خطيبك اللي فركشتي معاه وقلت ان هو بيخون؟ هو ما كانش بيخونك ولا اي حاجه، انت بعدتي عنه عشان صوابع رجليه بعيده عن بعض، صح ولا مش صح؟ انت اكيد مش عاوزه. هو انت تعرفي الحاجات دي منين؟ انت غريبه قوي. اصل يعني مفيش غير واحده بس في حياتي هي اللي تعرف الكلام ده. اماني انا اماني، فاكره حفله قصر الشباشي اللي رحتها من غيرك؟ انا هناك قابلت ساحره. ساحره؟ جماعه البنت اللي هناك دي شكلها مجنونه. شي فيري ويرد اند كريبي، وشكلها كده هي اللي كانت ستوكر بتاعت اماني اللي اتهجمت عليها، فاكرين؟ لا نو واي، اكيد لا. فانا هجيبها وهنتعامل معاها عادي وهنخليها تحور عشان نتسلى عليها شويه لحد ما اماني تيجي. اوكي اماني تعالي. جماعه خليني اعرفكم اوكي باماني الشمنديري. لا مش معقول. داري ايه ده بجد؟ طول عمري كده احب بعد الحلو حده. اوف بجد انا مش عارفه اعمل ايه في موبايلي البطيء ده، انا زهقت. هات يا رولا، هات انت متعبه جدا يا رولا بجد. في حد يفتح الابلكيشنز دي كلها؟ عايز الموبايل يشتغل. هعلمك حاجه، لو عملتيها كل يوم بالليل قبل ما تنامي الموبايل ده هيبقى طلقه. اوكي؟ ايه بقى دي اسمها ايه؟ سيتنجز. احنا نقول اعدادات. اوكي هنا عند الكاش في مسح، لو دوست على المسح دي كل يوم قبل ما تنامي الموبايل هيبقى اسرع من محمد صلاح. بجد ميرسي، يو ار ماي هيرو. مش لدرجه هيرو يعني، ما تكبريش الموضوع. الكارت بتاعي عشان لو احتجت تعدي عليا في العياده ولا حاجه. هو انت دكتور ولا مهندس الكترونيات؟ انا اي حاجه وكل حاجه، سباك، سمكري، سواق، جزمجي، عرباجي، انا ممكن ابقى ويدنج بلانر عشانك. واو فظيع بجد. يا بخت صاحبتك بيك. انا ما بصاحبش يا رولا، انا احب ادخل البيت من باب. ايه ده راجل شرقي بقى ودمه حامي وكده؟ انا دمي حامي يا رولا لدرجه اني ممكن اديك حته قلم بظهر ايدي، ده لو انت يعني دقيتيني، انما لو غير كده هتلاقيني ملبن معاكي يعني. انا شغلي يا رولا هو مأساتي، هو سبب ارتباطي وهو سبب فركشتي. ايه ده انت مفركش؟ يا حرام. طب ايه مفيش امل ترجعوا لبعض؟ اسف، لست انا هذا الرجل الذي ينحني لامراه، انا لا يمكن اطاطي عشان واحده ست. ولا ايه يا بنات؟ اوكي صح؟ طب كله كله، انتوا مكسوفين ليه كله؟ كله متحاسب عليه ما تخافوش. ها وبعد ما رحتي عند اميره دي ايه اللي حصل؟ طلع ما فيش لا بنك اكاونت ولا كروت شغاله، فاضطريت بقى اعيش معاهم لحد ما ارجع حياتي تاني واقابلكوا. بقول لك ايه صح؟ ايه؟ فاكره حادثه ساره بتاعت السنه اللي فاتت؟ انهي حادثه؟ لما خبط العربيه في دبلو ولا لما رمت طنط اشكناس في البسين؟ لا ده انت متابعه متابعه بقى يعني مش هزار. ايه متابعه دي يعني؟ ايه قصدها؟ يعني ان الميموري بتاعتك قويه يعني وفظيعه، ما بتنسيش حاجه خالص. بس هو بصراحه الموضوع ما يتصدقش، غريب قوي. المهم كملي لنا كملي لنا. مفيش، اميره بقى دي عندها عيلين اسمهم شيكو وبيكو، حاجه يعني عارفين انتوا الستايل ده. بقول لكم يعني اخش الحمام بسرعه واطلع احكي لكم براحتي. يلا. هو ايه ده؟ مش طبيعي، مش مصدقه، فظيعه. ايه ده قوي. انت مستحمل الالم ده ازاي؟ خير يا دكتور؟ انت دروسك عامله لك حيل ورا ودنك مخليها الطبله بترشح. والحل ايه والعلاج ايه ولا في ايه؟ ميه بملح نمضمض بيهم ثلاث مرات في اليوم، وقرنفلايه نعض بيها على اسناننا. بس كده؟ بس كده. ياه الله يكرمك ويبارك لك يا دكتور. حبيبي وفرت عليا كتير. ما تقولش كده، ما تقولش كده بجد والله، وفرت عليا كتير. مش كده، حاجات بسيطه. مش معقول يعني هتدي الفلوس لدكتور في كافيه؟ مش مالك؟ في ايه؟ حاسس بحاجه؟ قول لي. طيب في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا حاج؟ مش هتروح مني يا حاج، مش هتروح مني. بقول لك انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ اسعاف، حد ينزع النسي شوت. دكتور، هو انت مش قلت انك دكتور؟ حضروا العمليات. اوعى، مش هحل انا، مش هحل. سيبه بقول لك. انت بتضرب ايه؟ بتضرب ايه؟ كويس؟ الحمد لله. ايه اللي انت عملته ده؟ انا انقذت حياتك والمفروض تبوس ايدي. انت مجنون؟ انت مش دكتور، انت اكيد نصاب. نزل ايدك.
انا هطلع بره اجيب دفتر الروشتات عشان نسيته في العربيه. ما تنساش تعد على القرنفله. اوكي اكسكيوز مي. ايه ده ايه ده بنت حلال؟ ده احنا كنا لسه بنجيب في سيرتك. بجد مع مين؟ لا انا شايفه بقى ان هي اللي تقولك بنفسها هي مين. اوكي هاي مين دي؟ احب اعرفك، اماني الشمنديري والستوكر بتاعتها. بقى عندنا اماني ستبني يا جماعه. كويس اهي، تنفعك لو حبيتي تاخدي كومبارس ولا حاجه. بتضحكوا على ايه؟ انا اماني الاصليه دي الستيب؟ يا بنتي انا ما شفتش في بجاحتك. لا بس ستوكر شاطره. ايه ده والله، انت لو كنت جيتي اللوكيشن كان ممكن اشوف لك دود ولا كده. انا مش ستوكر، انا المفروض اكون في اللوكيشن مش انت. لوكيشن انتوا مش مصدقيني ها؟ طب انا هثبت لكم، انا اماني مش تهاني. يا حرام جماعة دي طلع عندها ايدنتيتي كرايسيس. انت تايهة يا ماما؟ تحبي احطي صورتك على الفيسبوك يمكن حد يعرفك؟ يا حبيبتي انت كل ما بتقولي حاجة بتثبتي التهمة أكتر، إنك ستوكر. هتمشي بقى بالهداوة ولا أجيب السكيورتي؟ لا أماني بليز، ممكن تبيعي شوية متسلى عليها؟ أه بجد والله، خليها شوية معانا. يلا يا حبيبتي، يلا شوفي ميكروباص، توك توك، حاجة تروحك. واحمدي ربنا إن أنا قلبي طيب، ما رضيتش أبلغ عنك البوليس لما جيتي لي أنت والجربوع البيت. يلا امشي. باي باي. يا تهاني انت فين كل ده؟ كنت بتهز. انت كمان؟ ده انا كنت فاكر نفسي لوحدي. طب قضيتي مصلحتك ولا اخش معاكي نقضيها؟ مش عايزاها خلاص، انا ماليش مكان جوه. والله يا عين العقل، والله يا عين العقل. طموح ايه ونيله ايه؟ سبيل الصيع اللي قاعدين على النت. على رايك. على فين؟ هيكون على فين؟ على البيت. نيو جيزه برضو؟ على الحر. الحمد لله على السلامة يا تهاني. الله يسلمك. أنا نفسي بس أعرف إيه نظرة الحزن اللي في عينيكي دي؟ في إيه؟ اعتبرينا غيرنا مكان وشمينا شوية هوا نضيف وخلاص. عندك حق. شكراً على التوصيل. تهاني. أيوه. أنا لميت لك شوية الحلويات دول تسلي نفسك بيهم. انت سارقهم مش كده؟ انت شفتني؟ ده انا غفلت العيال الويترز وقلت الم لي كام حاجه ازقز فيهم بالليل، بس بصراحه لما جيت هنا قلبي ما طوعنيش، قلت يعني ما يصحش تطلعي بايدك فاضيه. ميرسي قوي، مش عارفه اقول لك ايه، شكرا. تهاني. ايوه. خلي بالك على نفسي. حاضر. انت طيب قوي. تهاني. لا ما خلاص بقى، في ايه؟ باي باي. عاش دبابة عاش، أحسن دبابة. إيه ده؟ إيه المدرسة اللي إحنا فيها دي؟ دبابة. أنت مش سامع الجرس؟ ما تقوم تفتح. إيه يا تهاني؟ كل ده تأخير يا حبيبتي. معلش. يلا تهاني بقى، عايزين نغني عبير زي تيمور. أنا ما جبتش تورتة. يا سلام، يعني هو الغنى يعني مش هينفع من التورتة؟ يلا بينا، وبعدين يا الله يكتر خيرك، كفاية اللي أنت بتعمليه معانا. أنا ما عملتش حاجة، المهم الولاد يتبسطوا. يا سلام، كلنا هنتبسط، يلا بينا، يلا. ربنا يخليكي ليا يا تهاني، يا اختي يا حبيبتي، تعيشي وتجيبي لي يا رب. تعالي يلا 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 بقى يا جماعة. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا شيكو، سنة حلوة Thank you.
ازيكي؟ انت مين؟ انا مين؟ مش عارفاني؟ انت مباحث؟ مباحث ايه؟ وحد يقدر عليكي؟ سيبي الولية يا اماني. يا بنت المجنونة؟ ايه ده؟ هي دي مش انتي؟ مش حد تبعك؟ ولا اعرفها، بس انا متأكدة ان انت كنت بتراقبيني من ساعة ما نزلت. عفارم عليكي. هتقولي حاجة ولا اطلع افطرهم؟ اتغيرت يا اماني. يا اماني انا قربت انزل الاسم ده خلاص. تعبتي ولا زهدتي؟ لا ده ولا ده. اخلصي هتقولي حاجه عشان لازم اطلع لهم عشان هم جعانين. يعني اهلك وبيتك وناسك والمال والجاه كل ده مش عايزاه؟ كل دول ما يستحقوش انك تتعبي عشانهم؟ اتعب؟ انا جبت اخري خلاص يا حاجه. تعبت حاولت اكسر اللعنه وتعبت عشان اتاقلم على حياتي الجديده. منك لله يا شيخ، منك لله. بس اقولك على حاجه. قولي. يعني it's not that bad. انا تعودت على البيت والمدرسه والشارع. هو يمكن اللي فوق دول مش اهلي، بس انا اتعلمت منهم حاجات كتيره قوي. يعني اتعلمت اكون يعني على طبيعتي، ما افكرش ده بيقول عليا ايه ولا انا اقول ايه وما اقولش ايه. انا بس كل اللي وحشني بابي وماما. منك لله مره كمان، والله العظيم منك لله. الامتحان قرب وانت قربتي. هو انت ما ينفعش تتكلمي عادي، لازم الغاز. حاضر يا ست الكل، فاضل لك تكه واحده، لو ظبطتيها هترجع لك اماني، والا هتفضل حياه تهاني لازقه فيكي زي اللزقه الانجليزي. ايوه كده، تعالي لي سكه ودغري من الاول. سلام، انا هطلع افطرهم. سلام. محدش عارف بكره هيحصل فيه ايه. فرد بعد اذنك، الشمس بتروح مني يا جماعه. فضوا فريم، خشوا كلاك، يلا. هلا هو بيصوروا هنا؟ ايوه. ده انت عرفتي منين ان ده تصويره تهاني؟ يا عم اخلص، بيصوروا ايه؟ دي تمثيليه كده، الجماعه بتوع الانتاج كلموني امبارح قالوا لي عايزين نصور كام مشهد مدرسه، وبما ان السكرتير والكل في الكل قلت لهم ماشي، مصلحه لينا وللمدرسه. ياه، فكرتني ايام التمثيل والشهره. هنعيده تاني يا تهاني؟ صحيح انا بتكلم في ايه؟ طب يعني ايه، اطلع اشتغل ولا اروح ولا اعمل ايه؟ لا انتوا على وضعكم، احنا هنمشي اليوم الدراسي عادي جدا، انتوا تشوفوا شغلكم واحنا نشوف شغلنا. طب والنبي ممكن اقعد شويه؟ كلير كلير يلا. انا عايز اعرف انا ما بصورش ليه؟ فركش شويه يا اساتذه، فركش فركش. صباح الخير. صباح الخير يا تهاني. صباح النور يا تهاني، تعالي اقعدي بقى وتحبسي معانا. عشان السكرتير الغبره يرتاح. قصدكم يعني على التصوير؟ ايه المشكله يعني؟ خليهم هم يشوفوا شغلهم واحنا نشوف شغلنا يعني. بنتي يا تهاني، ما تيجي نسحب ونتفرج على التصوير. ونتفرج على التصوير ليه يعني؟ هيكونوا بيعملوا ايه يا مديح؟ وانت كان عمرك رحتي تصوير ولا اتفرجتي على تصوير؟ لو سمحتي ممكن ما تتكلميش معايا في الموضوع ده خالص، اسكتي بقى. حلوه الاوضه دي وحيد معانا. ها؟ لا لا لا، انا عايزها زي ما هي كده. هي كده مظبوط خلاص. استاذ حمدي ازيك؟ اهلا. حضرتك تعرفيني؟ طبعا، قصدي يعني انا متابعه كل اعمالك ومعجبه بيها جدا. ميرسي، ربنا يخليكي والله. انت حد قال لك قبل كده ان انت وشك مألوف؟ يعني حاسس ان انا شفتك قبل كده. انت اسمك ايه؟ تهاني. اسمي تهاني. تشرفت. طب خلي بالك بقى عشان انا ممكن احتاجك في تصوير ولا حاجه في شغل كده. ربنا يكرمك. اخد رقمها يا رزق. بهزر انا شغال ايه يعني؟ طيب ماشي، شكرا. هستأذن انا. فضلي الاوضه. يلا يلا يا جماعه، يلا نفضي الاوضه. كلير فريم، كلير فريم يا اساتذه. يلا وانت بتتكلم بلسانهم ليه يا دلدول؟ ايه اللي اتكلم؟ انا اتكلم براحتي، وبعدين انا بعمم، المره الجايه هقول بالاسم. يعني نروح نقعد فين؟ نطلع السطوح؟ انا شرفني. تروح فين؟ في تصوير يعني تطلع بره، تصوير يعني تطلع بره. اطلع انت بره. انا مش هطلع بره. اطلع يا دلدول، بقول لك من هنا. انت بتقول لي انا دلدول؟ ايوه. انتاج. امشي. دلدول. وحيد. ايوه يا ريس. احنا فاضل لنا ايه؟ مشاهد استاذ اماني مع سلمى بس يا ريس. بس في مشكله صغيره. اتفضل ابليني. استاذه سلمى مش هتبقى معانا. ليه ان شاء الله؟ جالها اوردر تاني وبيصوروا اعلان وطولوا وشكلها مش هتلحقنا. بتنحت يعني؟ تقريبا كده يا ريس. طب هنعمل ايه في المصيبه دي؟ نروح. نروح ايه يا ابني؟ احنا حجز كوره يا ابني وهنمشي. بس في واحده في اوضه المدرسين اسمها تهاني باين، وشاحل ويجي منه. بقول لك ايه، انده لنا الواد اللي بيتنطط ده السكرتير. اتفضل يا ريس. زي الفل. بص بقول لك ايه، ممكن تدهنها تهاني بس وتقول لها اعتبره حصل يا ريس. حصل حصل. ايه تهاني، انت مروحه ولا ايه؟ مروحه بدل الزهق اللي انا فيه ده. يلا سلام. تهاني
بقول لك ايه، المخرج عايزك ضروري وقال لي ما ارجعش الا بيك. ده خير في ايه؟ راجعي نفسك شوفي عملتي ايه. طب روح روح وانا هحصلك بسرعه عشان فيها رقبتي. ماشي ماشي. اوي يا تهاني هتبقي ممثله عظيمه. الف مبروك. ايه خليتيني ممثله في ثانيه كده؟ ده مين عايزني بس يعني؟ ايوه يعني هيكون عايزك ليه؟ اكيد شايف لك دور حلو. يلا بقى يا تهاني ابي على وش الدنيا بقى وسيبي المدرسه دي وابقي نجمه كده من ورا الشاشه. مالها يعني المدرسه؟ اقل من التلفزيون في ايه؟ وبعدين في حد يسيب الوشوش الحلوه الجميله دي ويمشي؟ خلاص بقى سيبيها يلا نشوف مصلحتها. الف مبروك يا تهاني، ربنا يوفقك. يلا يا نجمه بقى الى سلم المجد. ما تنسينيش. ها اوعي تنسيني. الف مبروك. يا بختها. حبيبي يا حب. ازيك يا رجب؟ الحمد لله. معلش وحضرتك تعرفيني؟ لا. ماشي. استاذ حمدي. اه. السكرتير قال لي انك عاوزني. اه الحقيقه انا كنت عايز. ايه ده؟ هو في ايه؟ مين اللي جاب المجنونه دي اللوكيشن؟ مجنونه؟ كتر خيرك يا استاذه. انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ واحده مجنونه منتحيه شخصيتي وتهجمت عليا في البيت وبوظت عيد ميلادنا دي. لا بقول لك ايه؟ لو فاكراني عايشه 27 سنه في فيلا فمش هعرف ارد عليكي لا يا حيلتها، ده ارد عليكي واردح لك وشوقك نصين هنا. بس بس عيب عيب يا تاني، ده حتى ضيوف المدرسه عندك. شايف؟ شايف المجنونه وبيئه؟ بيئه يا فالصو يا عيره. يلا ده دي شويه خشوش يا بيت. انا غلطانه ان انا ما حبستكيش، بس انت شكلك ما لقيتيش اللي يربيكي، وانا بقى اللي هربيكي. اصلك اللي انت بتغلطي فيها دي اشرف واطهر وانضف مدرسه عندنا في المدرسه والكل يشهد لها. انت تاني يا جربوع امشي. جربوع يبقى عرفتني يعني. ما تاخذنيش، انا كل اللي عندي عملته. ربنا معاكي. حمدي انا مش عارف انا والمجنونه دي في مكان واحد. طب يا نجمه هحلها لك يعني، مش هحطكم مع بعض في مشاهد. لا واضح ان انت مش فاهم، دي تمشي من اللوكيشن خالص، تطلع من المدرسه كلها. انا مش عارف اشتغل طول ما دي موجوده. انت يا حالتها اللي جايه علينا. امشي انت، انا مش ماشيه. جري يا حمدي. هتهدي بقى يا تاني، انت بتولعيها. انت مستوعبه انت بتقولي ايه ولا؟ اه لا واضح ان انت اللي مش مستوعب. يا انا يا هي. هو انت مراتي عشان تقولي لي انا هي؟ انت بتدافع عنها يا حمدي؟ ستي انا بدافع عن شغلي اللي هو شغلك. دي موظفه هنا في المدرسه واحنا مأجرين مدرسه عشان نصور فيها، مش معقول اقول لها سيبي شغلك عشان خاطر النجمه مش عايزاكي. طيب انا ماشيه يا حمدي، ولما تعرف تدورها ابقى كلمني. خلي بالك اللي ما بيننا لسه ما خلصش. هجيبك هجيبك. لا انت ولا ادخل انت خين في عيلتكم يقدر يهددني. وبيسلمي لي على بابا قول له انه وحشني قوي. معلش يا مستر عسين اللي حصل ده اعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه اصلا. ولا هتفهم. انت كنت عايزني في ايه؟ معلش. طيب ركزي معايا شويه بس. ماشي بركز. اتفضل. انا محتاج منك خدمه. انا عندي مشاهدين لازم تصور في المدرسه وانت شايفه الدنيا عكت ازاي. فيعني ممكن ابقى احتاجك في مشاهدين كده ولا حاجه. الكلام مش كتير خالص وانا معاكي يعني. ايه؟ قولي لي. الصراحه انا ما بقتش قد وقفه الكاميرا. ان انا كنت زمان بحب الكاميرا قوي لكن دلوقتي لا خالص. طب فكري النجوميه بتيجي صدفه وحظ، مش عايزه امثل والحاجات دي. لا خلاص انا متاقلمه على حياتي، انا تمام كده يعني. خلاص مش عايزه. ماشي انا همشي بقى يعني. اتفضل. لا
صباح الخير يا مس اماني. صباح النور يا مسعد، عامل ايه وبيتك عامله ايه؟ الحمد لله، بس مغلباني والله. ليه مغلباك ليه؟ ما بتذاكرش؟ لا لا لا، بتذاكر بتذاكر، واخليها تذاكر وتشوف دروسها وتسيبها من موضوع التمثيل ده خالص. اه لا، خليها تذاكر بدل ما جايلها. تجيلها ليه حضرتك خير؟ اجيلها العب معاها، اجيب لها شويه لعب فيها مسعد، اقولها اكلها. الله يخليك يا فندم. طب تحبي اجيب لحضرتك الاوردر بتاع كل يوم؟ والله انا ما فاكره كنت بطلب ايه. بص، هات شاي كشري سكر بره، ولو اقول لك خليه بربري. بربري؟ عارفه ولا املاك؟ لا لا، تقومي ليه حضرتك؟ لا لا لا، قصدي اوريك يعني بتعمل ازاي. ما فيها مصعب، ما تفك كده يا راجل، هو انا هعضك؟ لا حضرتك ما تعضيش خالص خالص. والله بقيت بترد كمان. الله يخليك يا رب، ثواني يبقى عند حضرتك. لا لا براحتك خالص، تلاقيك تعبان من الصبح، ربنا يكون في عونك. ربنا يخليك يا فندم، ما تحرمش منك يا رب، بعد اذنك. جاي اهو جاي. ايه؟ قالت لك ايه؟ طلبت شاي بربري. انا قلبي مش مطمن. الشاي ده تحفه، ده نزل جديد في المنيو. جديد ايه؟ ده شاي بحليب عادي. حليب؟ المهم قولي لي الحفله كانت عامله ازاي؟ هوزت. اسكتي، انت ما شفتيش اللي حصل في الحفله. يا ريتك كنت مكاني يا شيخه. الله، يا ريتني كنت موجوده. احنا لازم نعوضها على فكره. لا نعوضها ايه؟ انا جبتتي نحاتت خلاص من الحفلات. اي حد هيجيب لي سيره حفله تاني هنط في كرشه. ايه قصدي؟ انا مش هروح حفلات تاني خلاص. طب وعيد ميلادك، ده انا كنت عامله لك سربرايز بارتي تحفه. لا سربرايز ايه؟ لا مش هينفع. بصي احنا هنقضيه في البيت ان شاء الله. تمام قوي كده. في البيت؟ اه. هتقضي عيد ميلادك في البيت؟ ماني حبيبتي. ايه هو انت تعبانه؟ لا بصي احنا هنقضيه في البيت، نجيب بقى حاجه ناكلها، نتفرج على التلفزيون، ونبقى تمام التمام. انا اي حد بيجيب سيره الحفلات بكون عايزه استنطق. انت ايه يعني؟ استفرغ. انت ايه؟ لا فكس، مش قادره اشرح. بقول لك انا همشي بقى. ماشي، وهخلص وهكلمك على طول. يلا. طب انا هحاسب. لا لا لا، حاسب نفسك يا حبيبتي، يلا في رعاية الله. اوف، الشيك يا فندم. ايه ده شيك؟ ايه ده؟ ده شيك فلوس ليا انا؟ مش المفروض العكس، انا اللي اديكوا الفلوس مش انتوا اللي تدوا لي؟ يا فندم ده فلوس البوست بتاع الانستجرام اللي حضرتك عملتيه امبارح، ودي الفلوس اللي حضرتك طلبتيها. هو انا جيت امبارح طلبت منكم فلوس البوست بتاع الانستجرام؟ اه يا فندم، ومستر شارل بيكلم الاونر، ودي الفلوس بتاعت حضرتك. اه طيب خلاص، خد الشيك ده ليك يا مسعد. ده بتاع ايه يا فندم؟ انا افتكرت الشيك ده ب 70000 جنيه، انا هكلم الاونر يغير اسمه ويكتب اسمك انت. ايه بقى يا معلم مع بنتك وتجيب لها كل اللعب اللي هي عايزاها. بس ده كتير قوي يا فندم. لا يا عم خلاص، هو انا عمري اديتك تبس؟ ولا عمرك عبرتيني؟ اعتبرني محوشه التبس كله واديته لك مره واحده. يلا سلام يا عسل. ربنا يخليك يا رب. ربنا يعمر بيتك. مساء الفل على اجمل مدرسين في مصر. يا ترى بقى مين بيزورنا في المدرسه النهارده؟ النجم عماني الشمنديري. ايه يا جماعه ما تصغروناش، في ايه؟ بقول النجم عماني الشمنديري. ايوه يا سيدي عارفينها، مش دي بتاعه تمثيليه الست المدرسه؟ تشرفنا يا ست اماني. انا اللي اتشرفت يا استاذ نجيب. افرح يا نجيب، ممثلين التلفزيون عارفينا. لا لا، ده اسامه هو اللي حكى لي عنكم. انا كنت جايه عشان اذاكر طبيعه شغلكم عشان دوري في المسلسل. يا بنت عيني. عندها حصه، عندها حصه وجايه. طيب اتفضلي ارتاحي مكانك ومطرحك. انتي تحبي نبدا ازاي؟ لا 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 براحتكم خالص، كاني مش موجوده يعني، تصرفوا بطبيعتكم. اللي اقول لها نجيب اخويا. اتفضل. هم الجماعه بتوع التلفزيون دول بيبشوا كام في المسلسل؟ كتير يا باشا، كتير فوق ما تتخيل. يلا ارزاق. وانت بقى شفت المسلسل بتاع الست المدرسه دي؟ انا متابعاه، بس بنت الممثله اللي فيه دي ما بتنزليش من زور، بنت صفرة كده. لا هو انا قلت لكم خدوا راحتكم، بس مش لدرجه انكم تدوسوا على وشي يعني، مش معقول خالص كده. من كوشك يا فنانه، ده لسه اليوم طويل. لا انا بتكلم جد بقى، انت تهبشي كام في الفيلم يا فنانه؟ بس بقى فضحتنا. اغير الصيغه؟ طيب نغير الصيغه ايه بس؟ يلا يلا بس تعالى معايا، بس ننزل المعمل نجيب البرطمانات بتاعت المخلل. ما جاوبتش. ما هتجاوب. يلا 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 يلا. منورانا يا فنانه. ايه ده تهاني؟ شفت مين عندنا؟ تهاني مش كده؟ ايوه انا تهاني. مين حضرتك؟ انا اماني. صدقي انت وشك مش غريب عليا، انا حاسه ان انا شفتك قبل كده. يا تهاني، حد ما يعرفش النجمه الكبيره اماني الشمنديري دي بتاعت مسلسل الست المدرسه؟ ما دي بقى اللي هتصالحنا على بعض. طب اروح انا بقى اضرب الجرس بتاع الجرس والم الزباق، اصل انا لو ما عملتش الحاجه في المدرسه بايدي ما حد. انا لساني ده. انت كويسه يا حبيبتي؟ اتفضل. طب انا هلحق. انا معلش معلش، انا حاسه بيكي والله. استغفر الله العظيم، استغفر الله. انت مش حاسه بحاجه؟ حاسه. اتفضلي اتفضلي يا حلوه، عودي والنبي انت قمر.
الوش القمر ده عمره ما جه عندنا قبل كده. ايوه استني بس والنبي كده. الو. ايوه يا اميره. هكون فين يعني يا اميره؟ في المدرسه. ماشي مش عارفه وحافظه. هعدي على السوق قبل ما يجي. ماشي. هو يا دوبك مسافه السكه ما فيش حاجه. سلام. دي اختك مش كده؟ انا ما بقتش عارفه مين فينا الكبيره اللي قاعده في البيت كده قدام التلفزيون ليل نهار، ولا اللي دايره على قوبعه كده ما بين المدرسه وما بين السوق. معلش معلش دي اختك برضو يعني ما فيش غيرها يا تهاني. لا لا ما بقتش قادره خلاص. سيبك انت. انت يا انا ايه؟ انت يا ايوه والنبي انت يا انت. اسكتي. انا اولاد اختي عقبال عندك بيموتوا فيكي يعني، بيتفرجوا على المسلسل بتاعك كده ليل نهار تقريبا كده، بيحبوا المدرسه بسبب. لا 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 اكيد يعني المدرسين بتوعهم هم اللي حببوهم في المدرسه يعني يا تاني مش انا. لا والنبي انت دول هيموتوا يتصوروا معاكي. بس كده؟ طب عليا النعمه لاجي معاكي دلوقتي البيت. والنبي صحيح بتكذبي بتوع السيما دول كده؟ هما بيكذبوا عليكي. انت تيجي عندنا والنبي. واللي يوصلك دلوقتي يا تهاني. النبي بس والنبي انت بس لو دخلتي عندنا الشارع انت تتصيطي. يا لهوي ما ينفعش تخشي عندنا الشارع بمنظرك ده. يا بنتي تعالي نروح نجيب لاختك اللي هي عايزاها مكان نروح على البيت. والنبي صحيح؟ ما يلا يا ولاد تقعدي تلوكي كتير. ما يلا يلا بينا. دول هيزرقوا لما يشوفوكي يا ولاد اختي والنعمه. ده انت هترحميني من السكرتير. سكرتير ده زي العسل. ده انت اللي خايبه. والنبي انت اللي قمر. انت العسل. اتفضلي يا حلوه. كويس اني لقيتك. انا كنت بدور عليكي. وديني لقيتك ولقيتيني. انا مش فاهمه اي حاجه. طبيعي لانك اتولدتي من جديد، والطفل اول ما بيتولد بيبقى اعمى مش فاهم الدنيا ولازم يتعلم. من ناحيه التعليم فانا اتعلمت وتعلم عليا كمان، عشان كده نجحتي في الاختبار. بس انا مش فاهمه حاجه. انا ازاي عشت حاجات في يوم وليله حصلت في شهور؟ السؤال ده صعب عليكي قوي تفهمي اجابته دلوقتي. طب لو قلت لك ان انا عايزه اعرف كمان وكمان هتقدري؟ الايام اللي انت عايشتها لي علمتني حاجات كتير قوي. اتعلمتي ايه؟ اتعلمت ان ممكن واحد يبقى شكله خشن وصعب بس من جوه طيب وحنين. اتعلمت ان ممكن حاجه بسيطه جدا بالنسبه لك تبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه لحد تاني. اتعلمت ان الحب ممكن يتولد في اي مكان مش لازم في فيلا وقصور. اتعلمت ان اللي انت عاوزه مش شرط يكون اللي انت محتاجه، وانك مهما صبرت لازم هتلاقي في الاخر. انا عرفت كان قصدك ايه لما قلت شخص واحد بس اللي يقدر يساعدك. الشخص ده انا. أنا فهمت وتعلمت. وعشان كده أنا دوري انتهى. اللعبة خلصت. لا اللعبة لسه ما خلصتش. لسه في إيه تاني؟ أنت فتحتي لي عيني على الدنيا. أنا عاوزاكي تدخليني في حلم جديد مع ناس جديدة في مكان جديد. قدها؟ قدها. لما تحبي تحلمي حلم جديد اشربي من الإزازة دي. هتنامي وهتصحي تلاقي نفسك في مكان تاني. فين وإزاي وليه؟ ملهاش إجابة، بس خليكي فاكرة وركزي كويس. لأن الغلطة ما فيهاش رجوع. يا هترجعي بيتك يا هتكملي في حلمك للأبد. يلا بينا.